من جديد الساعة الآن في استوديو 5 11 و9 دقائق أنتم في الاستماع لبرنامج توموبيل عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نرجع سلمونجي، احنا تحدثنا شوية عن العجلات قبيلة في أجوبة للسادة المستمعين، حبيت تعطي بعض الإحصائيات أنت أو تعطي بعض الملاحظات حول مشاركة العجلات في الحوادث. احنا كما قلنا في الساعة الأولى على مؤشرات حوادث الطرقات في تونس في تراجع من حيث عدد الحوادث، عدد القتلى وعدد الجرحى سي فتحي، وهذا نقول احنا مؤشر إيجابي في نسبيا، ولو كان كل روح نفقدها وكل جريح يضر عزيز علينا برشا، أرقامنا مازالت مرتفعة، لكن فما حاجات اللي هي نقولها إيجابية من ناحية الأرقام، رغم إذا كان باش نوصل نحلها نلقاو أسباب سي إسماعيل جدية، باعتبار اللي في تونس على مدار سنة 2020 عدينا الفترة طويلة حجر الصحي في حظر التجوال، فبالتالي الفترة اللي فيها نسبة خطورة كبيرة في الحوادث هي من الساعة 10 ليلا إلى الساعة 6 صباحا، ما هيش موجودة بصفة كبيرة خلال 12 شهر. هذا ما يجعل من الأسباب تراجع في الأعداد هذه متاع الإحصائيات. لو كان كما قلت أنت سي إسماعيل تحدثت على العجلات مساهمتهم في حوادث الطرقات، كي ناخذوا الأرقام متاع المرصد الوطني لسلامة المرور بين حتى ل 30 ديسمبر 2020 في فتحي، نلقاو اللي النسبة الكبيرة في عدد الحوادث هي الأولانية هي السرعة اللي تشارك ب 29% من الحوادث في القتل، في عدد القتل ديما نحكيو، كي نلقاو في الانفلاق العجلات. انفلاق العجلة راه ينجم يكون عجلة لبس عليها مازال صالحة لكن فيها أضرار سي فتحي، وإلا ضربت مع حاجة تفلقت أي تصير الحادث تصير الانقلاب، تسمى انفلاق العجلة، مرات ما غير حتى انقلاب تصير انفلاق العجلة. مساهمة العجلة انفلاق العجلات في حوادث الطرقات يجي في المرتبة 14 من حيث النسب أي نسب الحوادث. أيوة معناها مشاركة في 142 حادث، نسبة المشاركة في الحوادث اللي هي 2.19 مش 60% كما نسمعوا هنا، والعدد القتلى المتسبب بسبب انفلاق العجلات 24 قتيل للأسف، نسبة مشاركة القتلى بسبب عنصر انفلاق العجلة هو 2.77%، وبالنسبة للجرحى عندنا هال 142 حادث خلفه 47 جريح، نسبة الجرحى 1.03، معناها العجلة كي تصير في حادث دائما فما خطورة، ونراو احنا من 142 حادث 24 قتيل، اغلب الاحيان تكون الجرحى والقتلى موجودين. اذا كان احنا سي مونجي كخبراء يظهر لي حتى الاحصائيات هذه ناخذوها على محمل الجد أكيد. وللتنبيه، ولكن نتساءل كيفاش وقعت تحليل هذه الأسباب؟ هل ترى خضعت الإطارات والعجلة؟ هو كل سيارة تلقاها تعمل حادث أغلب الأحيان تلقى عجلة مفلوقة فيها ولا مضروبة ولا مقطعة، هل ترى السبب قبل هي السبب أم هي الحادث هو اللي عملها هكاكا مهما يكون حالتها؟ ولكن احنا كي نشوفوا عجلة ناقصة شوية في الميزان متاع في العلو والسمك متاع الإطار متاعها على المداس على البندرولمون، أو نشوفها محتكة على الجنب أو مبوطة كما يقولوا أو بها حاجة، ندمجها دائما من أسباب الحادث، والحقيقة أنه أسباب الحادث لابد أن يتعمق فيها أكثر من هكا، لأن يمكن تقنع الناس كل، أما الخبير في المادة ما تنجمش تقنعه إذا كان ما تخضعش الأمر إلى تحليل دقيق. هو الجدل يدور حول العجلات المطاطية اللي موجودة في السوق التونسية والجاري مع عن طريق الكونتربوند كما نقول، هذيك المهربة ما تبنت شنية الخطورة نتاعها على وشنية نسبتها في الحوادث هذية سي مونجي،
هذه كله يجب تقع دراسته معناتها بصفة دقيقة، لأنه ربط العجلات هذه بالحوادث هذه وبالنسبة هذه اللي كنت تحكي عليها تاع الحوادث القاتلة تاع العجلات، يجب يكون معناتها موجود حتى المرصد الوطني للمرور يجب تثبت من العجلة هذيك هي بنفسها اسكو صنع محلي ولا مستوردة بحسب الظروف والطريقة اللي حكينا عليها. عن نسبة الرشاباج متاع العجالي ظاهرة كبيرة، رشاباج عجالي قدم هي. إذا أنت ترى واحد يدور بكاميونة ويشري في العجالي على بعض هي. على بعض هذا معمول به في العالم كامل. فما شركات الحجر ثم شركات تخدم على قواعد قواعد معينة وعندهم دينار ويخدموا على روحهم في هذوم ربعينهم. أما إحنا عنا برش عجالي يجيوا كلات ما فيهم رشاباج برش، على خطر عملوا عليهم سيرشاج، على خطر جريوا بهم أكثر من اللازم، وفول بالور على خطر محترموش للزنديس متاعهم، وفول بالور بالذات هذاك علاش قلت لك سيرشاج على الحمولة الزايدة هذيك تلقاها كما الحناش اللي خلى ذوبه على الطريق. أهلا سي إسماعيل، كنشوفوا أكبر عدد قتلى بسبب صلاح الفرق سي فتحي 33 قتيل في 2018. معناها كان نرجع لخمسة سنوات الأخرى من 2016 ل 2020 حسب دراسة خفيفة قمت بها نلقاو أكبر عدد قتلى هو 33 قتيل بالنسبة للعجلات، وأقل عدد في القتلى بالنسبة لعالم في القاجات عام 2017 19 قتيل فقط. إذا كان نقولوا العجلات باش نقولوا العجلة هذه هل ترى نسبة استهلاكها وصل للنهاية متاعها ولا لا، حاجة الأولى. اثنين الحالة الظاهرية متاعها اسمعوا الفنية متآكلة جانبين ولا، والثلاثة نعرفوا عمرها هي. والثالثة هل ترى هي مستعملة إعادة استعمالها يعني رشاباج، وإلا نقول وإحنا مهربة ومش بالطريقة القانونية. في كلا الحالات سي إسماعيل وكيما نرجع قال سي فتحي باش نعرفوا العجلة هذه شنية سببها في الحادث، العلاقة السببية بينها وبين سي فتحي يهزنا الحاجة في العالم الكل في الحوادث الطرقات فما استبيان يخدموا به الحرس والشرطة في حوادث الطرقات اسمه البولتان اناليز دي زاكسيدون لا سيركولاسيون لو باك تسمى بي ا ا سي. هذايا معمر حاضر باش كي يجيو العوان المراقب الحرس ولا الشرطه ياخذوا كل الاستبيان يبداو يعمروا كل ما شاهدوه اسماعيل في الحادث وكل جوانب الحادث بما في ذلك العربات وحاله العربات الظاهريه نقول واحنا ثم يعرض على اللجنه وقت باش نقول واحنا راي العجلات انفلاق العجل وقت انت قلنا نعرفوا السبب الحقيقي نتاع العجله ما هو. أما أنا نشوف السيارات كل سيارة تعمل حادث لازم تلقى فيها عجلة مفلوق. معناها إذا كان نمشوا هذا نمشوا 90% نقولوا من الحوادث الكبيرة راهي سببها العجلات، ولا هذا خطأ. هو أحيانا حتى كي تتقلب العجلة العربة تتقلب سي فتحي عندما ترتطم بحاجة العجلة تفلق بطبيعتها لا والاحتكاك ما تنجمش تكون هي سبب في الحادث لكن هي مخلفات الحادث. أيوة والاحتكاك بالتحليل الفني مثلا الاحتكاك حتى بالزلاقة فالاحتكاك هذاك يخليها تصعد الحرارة على الجنب، وإذا كان صعدت الحرارة تبوط، وإذا كان بوطت ودام الاحتكاك أكثر من اللازم تنفجر طبعا. ومن بعد اللي يجي يشوف يلقى عجلة مبوطة ومفلوقة إيش باش يقول هي اللي عملت العملية ينجم يكون سبب بعيد على هذا. نشوف معنا وفاء من منزل بوزلفة. صباح الخير وفاء. صباح النور. مرحبا بك. يعيشك الحمد لله. الحمد لله على كل المآسي برغم كل هذا الحمد لله يا رب. الحمد لله يحمد ربي اللي سهل. رحموا على زميلتكم. إن شاء الله. الله يرحمها حرامي. نعم. الله يرحمها. أي. الله يرحمها. تفضل. تسمعين أنا ما عنديش كهرباء، زوجي عنده كهرباء، أما ديما نتبعكم وديما نحاول نستفيد. تعرفش يجاوب السؤال اللي باش يجاوب عليه. بقى أنا حبيت على بالنسبة للعجلات لخاطر أنا عندي صارت لي أزمة مع العجلة صارنا اللطف عليكم أكسيدون بسبب العجلة حبيت نوعي برشا معناتها نحكي على تجربتي باش برشا ناس إن شاء الله تستفيد وتاخذ احتياطاتها. هي التجربة متاعك أنت تجربتك كثير، كل عجلة فيها معناها مشكل راهي يلزم يترقب الإنسان أنه باش تجيب له إشكال راهو تجربة أليمة برشا سي إسماعيل. بعجالة قل لي ايش وقع في العجلة ذي، اما اعطيني بعد اذا كان مش جاوب على السؤال تعطيني اللي طالبينه تأثير العجلات الملساء على السيارة، اذكر اربعة منهم مهمة جدا.
اللي صار لنا احنا صار ثلاث مون. هاي ثلاث مون للعجله. هي. العجله اليمين اللي مش بحث السائق، العجله اليمين من قدام. هي. من قدام. استر ربي واحنا في اوتوروت ماشي للسائق. العجله جديده قديمه؟ والله ما نعرفش، انا راجلي وقتها قالوا له اللي خاطر يبدل القدامي تيلاني وتيلاني قدامي. اي وكيفاش يبدلهم وبعد قداش يبدلهم وعلاش بدلهم، وهذا كل راهم نقاط استفهام لابد ان يعرفها الانسان، وهذا وجودنا هنا في برنامج طوموبيل باش ننوروا شويه العباد كيفاش يبدل. قاعدين ديما نقولوا كيفاش حتى تبدل العجلات، كيفاش تاخذ اليمين القداميه تحطها في اليسار القداميه، اليسار القداميه تمشي التالي على اليسار، وتاخذ رود سكور تحطها باش ما تقعدش هي جديده والاخرين يعملوا، اذا كان ما ثماش رود سكور تمشي اليسار هذيك تمشي اليمين من تالي، واليمين من تالي تمشي القدام على اليسار وهي على اليمين وهي متعديه. فعكس عقارب الساعه لازم يبدلهم الانسان. صحيح. اذيا سمعتها ما عندكم في اسماعيل، وما من وقتها راهو خلينا حذنا ولينا ديما في عجالي. قداش عمرها العجله وقت اللي تفلقت بيكم؟ والله ماني عارفه، اما عندها مدة. وقت جاتنا هكا ظروف ماديه ما نجمناش نبدلوهم الحقيقه، ظروف ماديه. الكهرباء ما عندهاش عاطفه، ما تستناش. حيح. ما تستناش العبد توا كي نقولوا الكروات ديستريبيسيون يلزمها تتبدل في وقت في كيلومتراج معين، معناها يلزمها تتبدل، مش ما عنديش فلوس الشهر هذا والشهر اللي بعده والشهر اللي بعده باش تستناك هي، وقتها يلزم يستنى فيك حاجه اخرى اللي هي تنجم توصل ريفيزيون موتور، معناها الموتور كامل. ويلزمنا ناخذ العجلات مش من عند على الطريق ومن عند اي انسان، ناخذ العجلات نتاعنا من عند المغازات اللي هي مختصه في بيع العجلات مع فواتير تثبت جديه العجله. خاصه الفاتوره، فاتوره خذها مش نهار اللي يكون اي اشكال سي فتحي نجموا نرجعوا، وبالطريقه هذه نعرفوا اللي احنا خذينا عجله تستجيب لشروط السلام. العجلات جدد فيهم ضمان زاد فتوس حتى لسنة جارانتي، فيهم جارانتي طبعا من طرف المصنع معناتها توصل حتى لسنة وأكثر. طبعا نستغلوا شوية السوم، لكن راهو في حياتك ما تستغلاش الفلوس على حياتك أنت في العجلات. أيوة وفي أعطينا أربع حاجات اللي فيهم. اسمعي أنا باش نجتهد إن شاء الله يكون اجتهادي. إن شاء الله إن شاء الله. عندنا الفرملة. إي. تأثير الفرملة، عندنا ديريكسيون. إي. وعنا استهلاك الوقود. اي و انا زدت اجتهدت قلت تزلق وتنفجر، معناها تزلق بين الكهرباء. اي طبعا باش تزلق. اي كي تبدا عجلات ملسا باش تزلق. اي باش تزلق وتنفجر الكلاكسون. اي ما تاثرش على حاجه اخرى استهلاك الوقود علاش؟ ها ما نعرفش سي اسماعيل، هذه الحقيقه سرقتها من عندك راه. هو صحيح، هو صحيح. وذاك علاش انا وضعت السؤال علاش استهلاك الوقود. انا هاني قلت لك سرقتها راني من عندك، نتمنى نربح، نحب بك نشارك معاكم. على خاطر نسبه الثبات ضعيفه برشا برشا، والانزلاق هذاك يخلي الموتور يدور اكثر والدفع اقل. فالعجله كي تنزل انت على الاكسيليراتور مش هي تكبش وتكمل باش تدفع السياره كامله، الكتله بتاع السياره كامله، لا هي تدور حول نفسها كاكا كانه اك السياره اللي انطلقت بها بقوه كديماراج امريكان هكا كتعمل، ما يؤدي لاستهلاك الوقود ويأثر على الامبرياج زاد كيف اي كاتبه الامبرياج وكاتبه الاكسيليراتور، هذوما هما الحاجات اللي نعرفها. باهي حاجه زيدها شي حاجه، عندك شي حاجه تقولها لنا؟ للرطوبة الزور نتاع العجالي أسبابهم زادة هو الباراليزم. أي. اللي يخلي باراليزم ديما مسيب، هاي هربت شوية ما يسالش، هاي على اليمين على اليسار، هي أصل كتاب ذا رطبة تضيع لك الباراليزم. أي ما هي أصل زادة ما ترطاب فعلا الزور، إلا ما العجلة ضايع يولي فيها باراليزم وفيها كاروساج في عود واقفة تتكل على جنب، أكس سنترال فيرتيكال تولي مايلة على جنب، وإذا مايلت على جنب يخلط فيها الشيء اللي نحكوا عليه هذا. أي تم ماشي حاجة أخرى تزيد تعلمها لنا يا وفاء؟ أنا تعلمت منكم. إيه وإحنا توا نتعلموا منك، إحنا أستاذ المستمعين وكل قاعدين في حوار مباشر كأننا في ديارنا هنا قاعدين نحكيوا على كل واحد ويتصور كهربته إيش فيها بالضبط.
اما سي اسماعيل، سي اسماعيل الشيء هذا اثر فيا برشا نفسانيا، ان التو معقده من ما تماشي واحد يعني يخرج من حادث ما يقعدش فيه طول حياته، معناها الاثر نتاع الحادث راه ساعة ساعة كي يشوف حتى كرهبة جايته بقربة شوية الواحد يولي تفجع الإنسان في في السياق. وإحنا قدامنا كاميون وقتها أي. قدامنا كاميون طربي 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 الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على اللطف يا ربي. باهي حاجة شنو نعملوا مع السيدة وفاء؟ ربي يعاونها ومبروك عليها. مبروك عليها؟ اي باهي مبروك عليك. قال لك سي الحاج اي ميدي عندك 100 دينار يا وفاة تجيك المنزل بوزلفه راه ما لازم تعب روحك. توا نتصلوا بيك، توا نتصلوا بيك وتجيك لمكانك ال 100 دينار. قاعده تجتهد وباش تتعلم دو بلوس وتعلم غيرها. سي المنجي وين نمشي القروان؟ وين نمشي القروان؟ اي سي احمد مرحبا سي احمد. صباح الخير سي اسماعيل. صباح الخير سي احمد. رحمة الله يرحمها. الله يرحمها. شفت قداش تنال الإنسان الطيب اللي يكتب له ربي الرحمة والدعاء، قداش الناس تطلب لها في الرحمة ويدعيوا لها إن شاء الله لها والجميع المؤمنين إن شاء الله. أي أي سي أحمد على السؤال متاع العجالي هاو سي أخرج أي الكاردو. أي الله يوفق. ما هو دور الركاب؟ مش الكردان بركة، هي ركبة من الركب. الروتيلات والركب. الروتيلات. أي قداش النوع من الروتيل في السيارة؟ في السيارة. أي. روتيلات وروتيلات. أي. قداش النوع؟ في عجلة في اليمين ولا في اليمين واليسار؟ أي كل أعطيني إذا كان تبدأ في اليمين رأيت لما أخرى في اليسار. ديما بالزوز. ديما بالزوز هم. عنا روتيلات. شو اخزر لديك، اخزر لديك انت وحرك يدك هكا كما نحرك انا يدي هكا ودورها على اليمين ودورها على اليسار ومن بعد حرك ركبتك هكا. هذوك هما الركب بتاع السيارة. الركب اي زوز اربعة يعني من عندك زوز منا وزوز منا. اعطيني الزوز الزوز هكا باش يدك تلفت اليمين وتلفت اليسار. هاي اسمعين زوز منه وزوز منه أربعة يعني. نحكيه على جنب واحد. إيش يعملوا الأربعة؟ إيش يعملوا الزوز؟ إيش يعملوا الزوز؟ زوز يدوروا الدركسيون. إيه الحمد لله روتيل دو دركسيون ركاب التوجيه. إي اسمهم مش بالعربي كيفاش؟ روتيل دركسيون. بالعربي. بالعربي. أنا قلتها توا راني قلتها توا ما شفت. ركاب. إي الركاب. إي ركاب شنو؟ ركب زورتي. الديركسيون بالعربي. علاش تحب تمشي الفرنسيه ديما؟ علاش والله لغتنا خرق العاده. راهي ركب التوجيه باش توجهك على اليمين وعلى اليسار. صحيح. تو انت كي تلقى واحد ويسالك تقول له برا ربي يوجهك خير هكا ولا؟ صحيح. هذا انت راكب في قدام فولان وتوجه في الكهرباء على اليمين وعلى اليسار. عندك واحده من الذراع تنتهي بركبه، ذراع هكا عمود صغير يدخله في الكاش وفيه في اخر الوحده هكا الركبه هذيك باش تمكن من الاداره ومن الحركه حول نفسها. فهذيك هي ركبه التوجيه. باه اعطيني الركب الاخرين شنو؟ زوز اخرين. هم يركبوا في المثلث، يركبوا في المثلث في التريانجل. اي التريانجل. اي في المثلث. اي عن بن الدركسيون نتاع كاردون. الكاردون هذوكم ركب، هذوكم يسموا ركب. اي 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 اعطينا هذا، تعطينا هذا ما تاخذ الجائزه. ما اعطيتهم ليش اللي هي ويكرب؟ عاودهم لي اسمعني نتاع شنو هذوما تحصل فيا باش نقولهم لك. لا في مثلث، في مثلث، في مثلث هاك التريونكل. ما نقولكش حتى المثلث تاعهم. اي هما يركبوا فيه هاكا قريب يمد يده وينحيهم الحاج تو. اي في الحال هذا يعرفهم اخويا انا انتقل. باهي مالا اقعد معنا المره الجايه تاخوهم ان شاء الله. اسماء من نابل، نمشيو لاسماء. مرحبا اسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا اسماء. يعيشك ان شاء الله، عامكم مبروك. كل عام وانت بخير ان شاء الله. شوفوا شوفوا اللي شنو الزملاء. عندي تحيه خاصه في فتحي ومنشي. سير مج... او سير الحاج عليها هكا سير الحاج مسكينه. انا وياك انا وياك يا سير الحاج، انا وياك لينا ربي.
على خاطر انا ديما مهتمه بالتامين، عجبني برشا موضوع اليوم تاع التامين على الدار، عجبني برشا. باهي ياسر، باهي ياسر. سي فتحي ديما يتحفنا بالطريقه نتاعو اللي بلغ بها المعلومه خاصه. باهي الموضوع اللي باش تسال الجواب نتاعك علاش؟ سي اسماعيل انا راني ما عنديش درايه، ما عنديش كهرباء، ما عنديش درايه، والحقيقه فما سؤال نتمنى يكون سهل، دخلت على الانترنت ولقيت على بالنسبه للبياس. اي هي تعطينا لبياس، وما ادراك من لبياس اللي مظلل برشا عباد ومغلطهم. تبدا عنده لبياس يركب في كهربته ويدور في راسه يقول لك انا عندي لبياس ومستحيل ندخل في واحد، ولا ما توقفليش كهربتي في بلاصتها، والا هاي هي تعطينا. هو دوره للسينار سير بلاس، معناتها الفرمله الانيه، انا ترجمتها وحدي وحدي. فرمله الاليه؟ الانيه معناتها سير بلاس بالوقت. شو بالوقت؟ لا 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 ما نعرفش اسمها فرمله فرينار سير بلاس. اي باهي، وبعد تراه تو نفهموها العمليه هذه خاطر غلطه. اي هو يساعد على 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 البويسونس نتاع الفريناج، يساعد على البويسونس. باهي باقي في الفلو، معناها في الغامض الكلام. اي بر هات الحقيقه كان زيد تعاوني شويه تسمعين نجتهد يوم اقعد معنا نسمعوا الومضه ثم نعود. تحب لبيكوب ينجح في التحديات الكل؟ تاتا جابت لك تاتاك زينون سامبل كابين، بيكوب كاسح وبراتيك برميز اكسبسيونيل، 40 مليون 990 في عوض 44 مليون و500، ومعاها 3 سنين جارانتي. تاتاك زينون القوة مضمونة. انفو لاين 31 300 400. لبيس هذا جهاز التحكم في الفرملة، راهو لبيس، وهاو ديما نعاودوا فيها سي منجي سي الحاج وسي فتحي، انه لا بياس راه ما ينقص لكش المسافه في التوقف، فهمت ولا لا؟ بياس الدور نتاعو عنده عوينات، هاو نفهموا بالدارجه، عنده عوينات تعس على العجالي، على الدوره تاع العجالي. العجله وقتاش تزلق وما توقفش الكهرباء، وقت اللي تتوقف ويولي احتكاك، ما عادش فريكسيون، ما عادش تماس ونقاش مع الارض، مع فراش الارض. وهكا إذا كان العجلة توصل، أي عجلة توصل الدورة الصفر، معناها باش تولي تزلق من العجل إلى أربعة، يسيبها ولو أنت قاعد نازل على الفران، هو يسيبها باش تعاود الدور ويعاودك النقاشك التكبيش هذاك يقعد موجود. وهذا شيء ينجر عليه، ينجر عليه استواء السيارة والتحكم فيها في التوجيه، معناها أنت تنجم تدورها على اليمين وعلى اليسار وأنت نازل على الفران. على عكس سيارات اللي ما فيهمش لا بي اس، هذوما كي تنزل على الفران وتقعد نازل على الفران، اما تهرب من تالي ولا تهرب على الجهه من الجهات حسب التماس على الارض والرطوبه تاع الارض والنقاش بين العجله هذيك والاخرى. فالتوازن هذا يبقى موجود في السياره. اذا فهمتي توا يا سيدتي ولا؟ واضح اسماعيل، هذا هو دور لبي اس. اي دوره شنو ترى؟ عاود الساده المستمعين يحبوا يسمعوها منك انت. اي دور لبياس معناها كي تقف الكهرباء سير بلاس، ما يخليش اذا ما تقفش سير بلاس الكهرباء، راهو لبياس ينجم يخليها تمشي اكثر، تزلق تمشي اكثر الكهرباء، ما توقفش العجل باش ما تدورش على اليمين على اليسار. باش ايوه التوجيه معناها باش يخليك انت تحكم فيها باش ما تهربش على اليمين وعلى اليسار، واذا كانت تحب تهربها على اليمين تمشي كما تحب انت، ولكن ما تزلقش. اي والله صدقني تسمعين والله صدقني طيب فين الكهرباء ها؟ معناتها طيب فين عرفت دور لبيات خاطر ما سمعتش برنامج طوموبيل قبل. ليه سمعت؟ ها؟ ليه ديما نسمع فيكم تسمعين؟ لبياس مرة شاركت وقتها في سؤال قداش من راكب في المتر مربع في الحافلة. اي وقداش في حقه في الحافلة؟ المتر مربع قداش يزن عبد؟ أربعة. ووزن العبد قداش؟ نعم الوزن تاع كل عبد قداش؟ اي الأربعة. أما هذه مثلا من المعلومات اللي لا المعدل تاع العبد المحسوب يمكن 70 يمكن 75. باهي ياسر. وربحت ولا لا وقتها؟ لا وقتها ما ربحتش، تعديت في الأخر ما ربحتش، أما أنا معناتها قاعدة نستفيد منكم. سي فتحي يقول لي عيب عليك، هاي جاوب
تعالى الاخر بالمؤخر ما يسالش حتى عام ولا عامين ولا ثلاثه، يمكن عندك 5 سنين 6 سنين من اللي جاوبت. يقول لي هاي جاوبت، هات نعطوها الجائزه. اما وقتها الجائزه كانت 500 دينار وكانت 300 دينار. اما تو باش تاخذ اسمه قداش موجي؟ اللي نعطيوها 150 150 نعطيوها 50 اي. واش بك هبطها ل 100 انت؟ 150 لا ما تابعتش خاطر قيمه الجوائز اللي خرجت هكا علاش. اي هي ب 150 دينار الاسماء من نابل. الله يبارك لك. فهمت اسماء. وعندك كهرباء انت ولا ما عندكش؟ لا ما عنديش. راجلك عنده كهرباء؟ اي. ما نقول له راهو لبياس، راهو ينفعك باش توجه الكهرباء وما ينفعكش باش توقفها الا في الطبعه وفي الامور هذيا. راهي العجالي معدله نفسها باش تقعد ديما في نقاش، ديما مكبشه وتحب تقف مادام كنت نازل على البيدال دواسه الفرامل. هذه نقول انا الناس الكل مش الراجل برك، ننفع بها الناس الكل. والصغار اجبد لهم مجسم هكا على الانترنت من تليفونك ولا من الكمبيوتر نتاعهم ولا حاجه، وادخل اكتب رول دو لا بي اس. معناها ايش يعمل لا بي اس؟ تو يعطيك بالصوره وبالحركه وبالبطيء زاد باش تفهم انت والوليدات ويكونوا امنين على الطريق سالمين ان شاء الله. ها نمشيو للمكالمه المواليه. الو. الو. مرحبا. عالسلامه. عالسلامه. اسم الاخ الكريم؟ رشيد. سي رشيد مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. منين نتكلم فينا سي رشيد؟ من تونس. من تونس. هاي سي رشيد مازال سؤال واحد. السؤال هذاك فيما يخص الركب. الركب ايوه. اللي موجودين في المثلث هما السيلان بلوك نقولوا لهم. لا السيلان بلوك راهم كاوتشوات باش يصدوا الارتجاج وما يعملوش الحس ويلينوا الحركه. لا السيلان بلوك حاجه اخرى. الركب راهم هم الاذرع في التوجيه. فهمت ولا لا؟ الاذرع في التوجيه. الاذرع في التوجيه. لكن هذوما الركب الاخرين اللي قاعدين توا انا نحكيو عليهم راهم يجيو في المثلث، والمثلث هذاك ايش اسمه؟ تريانجل دو، والا مثلث شنو؟ خطر السياره فيها مجموعة للتوجيه ومجموعة للتعليق. هاو معناها ترجم التعليق أنت بالفرنسية وتفهمهم شنو هو. إذا كان ديما تتكلم تقول عليهم بالفرنسية وتفهم. هاي تعليق. هاي أنا هو المثلث هذا إيش يعمل؟ هاي فاش يشارك؟ نعم دي بلوكي. لا بلوكاج شوف بلوكي احنا ما حشناش بحاجه تتبلوكا يا لطيف الكهرباء. بالخص احنا نتحدثوا في الميكانيك، كان تسمع بلوكاج تسمع مصروف. اعطينا المثلث الركب اللي فيه شنو هو فاش يخدموا والواه يخدموا سي الحاج. ثم حد قاعد يوشوش هكا معاك؟ شكون قاعد يقول لك؟ ما يسالش. قول ودي والله تعليقي ترجم لي فيها ودي هكا. التعليق شنو؟ الكهرباء فاش معلقه؟ ها؟ تعليق في التوجيه معناها. لا مش توجيه، التعليق راه مش توجيه. التعليق حاجه معلقه. اي نادية تستنى فينا من سليانا اما تجاوب. ممكن. نعم؟ في الاسم نعم سسبونسيون. الحمد لله التعليق هو سسبونسيون معناها من مجموعه التعليق. جاوبوا سي الحاجه لي روتول اش يعملوا هذو لي روتول؟ اهم حاجه هو يكون عنده ركب على اليمين على اليسار. عندنا روتول اسمه روتول بيفو. اي روتول بيفو هي عندها ارتباط بالتريونجل. روتول بيفو معناها المحور. المحور الركبة المحور. اللي في ساق وهو أي. اللي هي تربط بين الساق كاملة بين اللوطة والفوق. أي. اللي ما عندهش ركب ولا ركب تعبته ما عادش ينجم يتحكم في روحه. نفس الشيء روتول بيفو هي تربط بينك تريونجل، وتريونجل هو السسبونسيون، السسبونسيون لامورتيسور بكلها. أي.
والامورتيسور فيها امورتيسور فيها اللي توك امورتيسور بالله مهمين جدا في السياره. ياسر الحاج ياسر الحاج فهمهم لي توك حتى حد ما يفهمنا كي تقولوا لي توك. اي هذوما راهم حلقات كيما الكاوتشو هما اللي يشدوا الامورتيسور من فوق. يشدوا الامورتيسور معاهم رولمون من فوق وفيه رولمون هذاك فيه مدحرج باش يدور في التريونجل باش كيما تقول انت يلقوا سوبليس يلقوا الليونه الليونه وهي الكهرباء كلها متحركه ارتيكولاسيون التريونجل على اليمين وعلى اليسار وتريونجل دو ديريكسيون اللي يدوروا على اليمين وعلى اليسار وروتير بيفو الكل مربوطين بالتريونجل. اي والباراليزم يقع من غادي والكاروساج يقع من غادي. الكاروساج كي تميل العجله على اليمين ولا على اليسار الداخل راي مضره جدا. دونك كيف يرى كهرباء تهرب به شويه على اليمين وعلى اليسار يمشي الباراليزم. وكان يرى الفولون يرعش في يده يرعش هو يسوق فات 100 يمشي للبارال يمشي لتعديل الموازات هكا تاع المغزل الامامي. وانا نحكي من الناس اللي اللغه حتى اللي تكلموا بها يوميا في الشارع. لكن انا متاكد اللي كثير ما يفهموناش الا ما نعاودوها. كنت تترجم يعرف لا مش على الترجمه بركه لا حتى في التفسير يلزمنا نفسروها اكثر. انت تتكلم فيه بلغه مهني معناها تقريبا مهني. هاو تكون نسالوا سي رشيد عاود لي اش قال سي الحاج ولا قال اسماعيل ما يلقاش روحه الا اذا كان وشوش للوليد الله ربي يحفظه ان شاء الله اللي بعده. اما هي اي سياره في الدنيا مهما كانت لافون تاعها مربوط بالتريونغولات باللي اربعه زوز روتيلات بيفو وزوز روتيلات ديريكسيون وباللي السياره تمشي مستويه صحيحه هو التران اريير. كان التران اريير يحول اسيو اريير ما عادش ينجم يتحكم في الباراليزم وما عادش ينجم يتحكم وقتاش يتعوج شويه ويدنى على مكانه المغزل الخلفي. اي المغزل الخلفي اذا تعوج الاسباب نتاع المغزل الخلفي. اي وقتاش يتعوج وقت يتعدوا عليه حفره مثلا اللي عندك عندك لي شوك اي الضربات حتى لافون ولا لاريير. اي اما عندك اكثر حاجه هي اكثر ضربه الشوك في ماده. اي يوخر بالقوي الماده والا تدور به الكهرباء ساعه ساعه ويضرب ماده اي حاجه اخرى. أي ويضرب ماده وتصليح تران اريير اصعب من لافون. باهي سي رشيد اللي بحذاك شكون سي رشيد؟ والله ولدي ايش اسمه؟ ولدي ايش اسمه؟ حسام يا سي حسام الجايزه راهي اللي كنتي فهمت يا سي حسام؟ بوك خذا 100 دينار توا بوك راهي اللي كنتي يا سي حسام تاخو بها اللي تحب في العطله هذه. هي كملت العطله على كل حال تاخو بها اللي تحب واذا كان قلبك حنين تعطيها لبوك باش يصرفها على الكهرباء. تفضل يا سي حسام. والله يا باش نخبزهم اليوم يحبوا يحوصوا اليوم باش تبدا تصرف. هاي سيدي اوكي تبقى الاخت ناديه. ناديه صباح الخير. مرحبا وبيك يا ناديه. اللحظه كنت نظن سي رشيد باش ياخذ الجائزه لكن سي حسام وصل النجدة انقذه هو. ان شاء الله اسمك انت يخليوه موجود عندنا والاسبوع الجاي نطلبوك. احنا مش تطلبنا انت فهمت نطلبوك احنا وان شاء الله تكون الجائزه 150 دينار مش 100 دينار. منين تكلم فيها ناديه انت؟ من سليانة. باهي مرحبا باهل سليانة. بارده الدنيا غاديكا؟ بارده اليوم بارده فما شميسه ما فما هوا بارد وقيت هو على كل حال للامور هذه لابد من تغير الطقس هذا وهذا فيه منفعه للارض والاشجار والعباد زادة كيف توا الحمد لله في الشتاء يلف روحه ويخرج. سي الحاج جاي بحال اسكيمو الصباح جاينا ما تشوف كان راسه بركه معناها وجهه بركه زاد حتى راسه مش ظاهر كله ملفوف. ايوه ناديه ان شاء الله نطلبوك الاسبوع القادم باش نخلوك تشارك في المسابقه. واذا كان عندك سؤال كان عندكم كهرباء ولا حاجه حضر السؤال واحنا نجاوبوك على سؤالك. يقول سي الحاج هذا سي حاتم سويد يقول عندي سيارة كليو بدلت الترموستا والمانو
عندي شهرين، لكن لاحظت ساعات المروحة تخدم وتلقاني ما مشيت بها، ما مشيتش بها مسافة طويلة، معناه مع العلم أنه الحالة هذه تصير لي كي نمشي وسط البلاد بركة. وقت البلاد هاي احنا لو كان نرجع كان عندوش باتيناج دون برياج هاي موتور يدور أكثر من الجري هاي يخلق له السخانة هذه هاي فهمني. يعني كسوا الديفو بدا في الامبرياج، خاطر الامبرياج الباتيناج بتاعه يبدا في الرالونتي يبدا بشوي. هذه حالة. الحالة الثانية إذا الروتور متاع الماء، خاطر هيك تولي تمشي في وسط البلاد ما فماش الهواء متاع الجري، أي مش قاعد الإشعاع الرادياتور يتلقى في الهواء، مش قاعد يتلقى في الهواء قوي. دونك الروتور عنده داخل، إذا عنده برشا ماشي نظيفة سيركوي كاملة يمشي يشوف مع ريدوتوريست مش مع ميكانسيان، يمشي يصلح للي يصلحه في ريدوتور يلقى له البان هذا إن شاء الله. الحالة الأخرانية هي إذا كان تقعد ديما هي باردة باردة معناها باردة ودارت الفونتيلاتور يمشي للتشخيص فهمني، خاطر عنا كابتور زاد يتحكم في السيارة في الفونتيلاتور. يعني البومبا هو مرحلة بعيدة، البومبا هو ما تطيحش الدبي متاحي يطيح في كي تكثر تفوت 3000 دورة أما 1500 واحد حتى تعمل الدور فصل بلاد الدور كروا زادة كروا كروا أكسسوار كي تبدأ مرخوفة تخلق له من حين إلى آخر لاباس باش يشوف التوندور هذاك ويكبسها شوية الكروا هو يمشي للريدوتوريست كالكان كونيسور ملم يعني يفهم اللي به ومعها شوية ضمير به. سي مراد شنين يبعث لي رابط ويقول لي شنو أشوف لي المشاكل بعد نشوف الرابط يا سي مراد. سي منجي، الحملات التحسيسية اللي تقوم بها الجمعيات من تقيمتش الجدوى متاعها إلى حد الآن؟ هل ترى قاعدة تمس وقاعد يعمل بها المواطن أم لا؟ شوف إسماعيل، احنا كمش نحكيه على مجتمع مدني هي. هو ينشط حسب إمكانياته وحسب كفاءته. لاحظنا اللي الحملات التحسيسية نقولوا احنا الورقية هي. اللي نعطيه وثائق المطويات مطويات هي. قداش من مرة لعبات تاخذها وتحطها على جنب أي. وهي كانت الغاية متاعها على الأقل باش ترجع لها وقت ما يمكن تقراها وتستفيد منها. هذه نظرية سي فتحي اللي ما عطتش الأكلة متاعها. توا أصبحنا معناتيو مثال احنا في جمعية تونس للسنة المرورية نعملوا الحملات الافتراضية أيوة. كل شيء على شبكة التواصل الاجتماعي، نحطوا ومضات متاعنا، نحطوا الملصقات متاعنا، نحطوا المتويات متاعنا، نحطوا الخطاب المروري كما طوع عنا حملة تحسيسية باش تنطلق الأسبوع الجاي بمشاركة العديد من الرياضيين والفنانين ومن أعضاء الجمعية لإدلاء بشهادات ولا بتفسير بسيط لسبب من حوادث كما نقول احنا الارهاق التعب السرعه عدم احترام القانون كل 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 فاكل ومضه هذيك سي فتحي كي تلقاها انت نتاع دقيقه ما تجيش دقيقه تشوفها في تليفونك وتشوفها في الحاسوب نتاعك نعتقدوا اللي هي تعطي جدوى اكثر باعتبارها تترى وتعاود تترى. وخاصه سي اسماعيل نعرفوا ديما ذكرت العين كبيره برشا أي. ذكرت الوزن كيف كيف، واللي أكثر من هذا كله اللي تقعد سند في كل حين وفي كل وقت نجم نرجعوا له، والكلفة متاعه ما تكون حتى شيء باعتبار احنا ما نخموش نخسروا اتباعه والأوراق، نحاولوا باش هذاك نوظفوه في مجال تكنولوجي يكون أفضل كما هو معمول به في العالم. تدخل أي جمعيات في العالم ما عادش يعطيه الأوراق، تلقى كل ما السندات هذوم موجودين على المواقع نتاعهم الويب ولا على الورقات نتاعهم الإلكترونية، تلقى كل شيء موجود. فبالتالي أي إنسان يقن اللغة هذيك ينجم يشوف في كل العالم الكل، يدخل ويستنتج وياخو حاجات ينجم يوصلها للمتلقي بالطريقة هذه تكون أنجع
وتكون ان شاء الله تكون فيها جدوى اكثر. لكن نرجع نقولوا فما سبب رئيسي سي اسماعيل توا مازال مش موجود، اللي هو كيفاش قاعدين نخدموا احنا. كل واحد قاعد يخدم من جانبه، ولكن ما فماش توحيد الجهود والقائد نتاع الجهود هذه اللي هي خطه وطنيه نتاع السلام المروريه، وهيكل رائد في السلام المروريه يخطط وينجم ويبرمج وينسق بين كل الاطراف مع مرجع نظر اللي اعلى هرم السلطه اللي هي رئاسه الحكومه. هذه على النصوص موجوده، لكن تطبيقها التوى جاء على ارض الواقع. باهي سي فتحي، اللي نختم بكلمه على التامين خاصه. هو اذا كان ناخذ الاحصائيات نتاع المرصد الوطني للمرور اي نتاع السنه الاخرى هذه نتاع نهار 2020 حتى 30 ديسمبر نلقاو بحسب معدل الحادث نتاع الوفاه اللي هو 30,000 دينار تقريبا و 15,000 دينار بالنسبه للمجاريح، تكون شركات التامين تقريبا عملت ايكونومي معناتها اقتصاد في ربما الاحتمال معناتها التعويضات بحوالي 29 مليار و115 الف دينار سي المشرف. فهمت؟ في حين يشتكي العديد من المؤمنين من الزيادات المتكرره لاقساط التامين. ودي غاضم سي المنجي خاصه وانت كنت تحكي لي من بكري على اخ انه يقع معناتها ادخال ولا ادراج بعض الضمانات الاختياريه بصفه اليه بدون معناتها استشاره الحريف. وهنا احنا نقولوا ثم اللي يسالنا اسكو هذا يعتبر بيع مشروط ولا لا، احنا نقولوا بون بالنسبه للجهات المسؤوله اللي هي الهيئه العامه للتامين ولا الجامعه التونسيه لشركات التامين يعرفوا اللي الاسباب هذيا ولا واقع السياسه الانتاجيه نتاع مؤسسه التامين مربوط بالمردوديه نتاع القطاع والعلاقه بين الحوادث والاقساط التامين المجمع. وفي الحاله هذه اذا كان نقولوا سنه عام معناتها واحد فيها معناتها كيما نقولوا هكا عدد منخفض تقريبا الثلث هكا ولا من الحوادث الطرقات، فانه ما نجدوش احنا مبرر يحصل في الزيادات هذية من غير معناتها اللي يؤدي الى التوازن المالي نتاع مؤسسه التامين. واحنا نقولوا شنو ممكن للي يقبل، معناتها اللي ما يحبش يقبل خاصه اذا كان الوسيط يفسر له شنو هي الزياده هذية متاتيه من اما تحويل في القسط المخصص مثلا واللي هي كلها غلات معناتها نتاع الاسيستونس سي اسماعيل المعلومه هذيك زاد نتاع المساعده من زاد، لكن ربطه بالعقد بصفه اساسيه يعني يلزم يكون موجود. هذا هو اللي ما غير خطر الدعم المساعده زاد تغير المنتوج نتاعها وزاد فيه اضافات بطبيعه الحال زادت فيه اضافات. احنا ماذا بينا نقول معناتها نقنعوا الحريف قبل ما نفرض عليه ولا ندرجوه بصفه مباشره مثلا نتاع التواصل اليوم ما كانوا الجائحه هذه نقصت شويه البيع والشراء نتاع السيارات. في الحقيقه ما جاتناش طلبات في تسعير السيارات الا مطلب واحد في كليو مارس 2012. الكليو هذه السوم نتاعها توا 18408 هذا السعر المتداول على السائحة. سيانيس يقول لي ماهيش الجائحة بركة مكتوب التونسي. وحتى السيارات الجديدة شهدت ارتفاع كبير في الأسعار نتاعها سي اسماعيل. أي ارتفاع كبير والتونسي ما عادش باش ينجم يقدر يكون يشري. حتى في أوروبا التقلص في عدد الشراءات تاع العربات الجديدة سجل انخفاض كبير زاد. ماذا بينا الاسبوع القادم ان شاء الله باش نتحدث شويه مع شركات الايجار المالي، لانه عندهم اشكال زاده، مش ربما يكون يتعدى الجانب المادي الاشكال في دفع الاقساط. الناس ما عادش نجم تدفع الاقساط والسيارات اللي تتشد ولد بعض الناس بركه من المحترفين المتربصين هما اللي يقبلوا على شراء السيارات هذوما اللي توقفت هذه واللي عجز اهل ماليها باش يعجزوا باش يخلصوا. فالاشكال هذا لازم يطرح
باش يفهموا المواطن التونسي ويعرف اش قاعد يحصل في السوق بالضبط، ومن ثم يحلل علاش السيارات الجديدة ارتفعت الأسعار بتاعها، وعلاش أيضا السيارات القديمة رغم شح الحركة متاع السوق ارتفعت الأسعار متاعها وأصبحت مشتة جدا وتكاد تصل 70% تقريبا دائما أو 75% من قيمة السيارة الجديدة. نخليكم مع النغم هذا اللي نهديوه لكل التونسيين في يوم الأحد هذا، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله السنة الجديدة تجيب لكم مزيد من الاطمئنان والسكينة والفرح إن شاء الله، ونمو الاقتصاد لبلادنا والهناء خاصة والسعادة اللي ينشدها كل واحد. نخليكم إن شاء الله ونلقاكم الأسبوع القادم في نفس الوقت من العاشرة إلى منتصف النهار في دعاء الله. عيني لغير جمالكم.